المهم أخذت امرأتك أولادك وسافرت لزيارة أهلها أو لزيارة أهلك أنت، وخلى البيت عليك، أصبحت وحيدا في البيت، ما فكرتش في اللحظات دي أو أنت ما عشتهاش، ولا أنت الدنيا شغلك قوي إلى هذا الحد ما بتفرقش معاك، الأولاد موجودين مش موجودين ما بتفرقش معاك، لأن في صنف كده من أحبابنا وإخواننا لا يعنيه، أولاد موجودين أهلا وسهلا، مش موجودين ميت أهلا وسهلا، يقول لك الحمد لله ريحوني يا مولانا، إذا الواحد عايش في صخب وضجيج، لا يعني هذه أبوة ناقصة، اسمع اللي أنا بقوله لحضرتك ده، هذه أبوة ناقصة، هذه أبوة ناقصة، أين أبوة الرحمة وأبوة العاطفة وأبوة التربية وأبوة التوجيه كما سأبين لك الآن. أنا نتحدث الليلة في موضوع من أخطر الموضوعات ومن أهم الموضوعات، لأنني أدين لله أن الأسرة الحصن الأخير، ولا يجوز أبدا أبدا أن نترك هذا الحصن الأخير يتهاوى أمام عيوننا وبين أيدينا. الله، أنت سايب الأولاد ليه؟ والأم تركت الأولاد ليه؟ بعادات قبيحة وأخلاقيات راكدة فاسدة وافدة تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا المسلم، وانحرف الأولاد وضاع الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخلي بال حضرتك، فكر في اللحظات اللي بقولها لحضرتك دي، أب عطوف رحيم رقيق حين ترك أولاده البيت وركبوا السيارة ورحلوا ووجد نفسه في البيت وحده، والله تخلي بالك معايا، الرجل نظر كده إلى البيت وإلى أرجاء المكان فوجده خاليا من نعمة من أجل نعم الله على العبد، ألا وهي الذرية، ألا وهي الذرية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقال هذا الرجل، اسمع اسمع كده وركز معايا، بيقول أين الضجيج العذب والشغب، أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، بيسأل عن الأولاد، أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، أين الطفولة في توقدها، أين الدمى في الأرض والكتب، أين الدمى في الأرض والكتب، أين التباكي دون ما غرض، أين التشاكي ما له سبب، أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب، أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا، يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم أبي إذا فرحوا ونحيبهم أبي إذا اقتربوا، فنشيدهم أبي إذا فرحوا ووعيدهم أبي إذا غضبوا، وهتافهم أبي إذا ابتعدوا ونحيبهم أبي إذا اقترفوا، إذا اقتربوا بالأمس كانوا ملء منزلنا، بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم، اليوم قد ذهبوا، أجل ذهبوا، أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب، في كل ركن منهم أثر، في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب، في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا، إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا، دمعي الذي كتمته جلدا
لما تباكوا عندما ركبوا دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب الفيتني كالطفل عاطفة فإذا به الغيث ينسكب قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم يبكي فالعجب ولو لم أبكي فالعجب هيهات ليس كل البكا خور إني وبي عزم الرجال أبو الله إني وبي عزم الرجال أبو ما أطعم معنى الأبوة وما أحلاه لمن يقدر هذا المعنى أبوة نعمة كبيرة والبنوة نعمة كبيرة عشان كده بقول لحضرتك ما فيش آية في القرآن أبدا توصي الوالدين بالأولاد لا مفطور الوالد على حب الولد الأم مجبولة على حب الولد مش محتاجة حد يقول لا خلي بالك من ابنك دي ممكن تعاقبه وهي تبكي ممكن يكون بسبها ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا العقوق الأسود المظلم وحين ينصرف تبكي وتدعو الله عز وجل له وسنتعرض إن شاء الله تعالى لمثل هذا فأنا بقول لحضرتك جلوس الوالد بين أولاده ليتحدث ولينصح أمر يسير لأن أنا كأب مجبول على حب الولد مفطور على حب الأولاد هذا أمر الأمر الثاني منهج حدثني أبي منهج يسير لأن أعظم وسيلة من وسائل هذا المنهج التربوي القدوة خلي بال حضرتك من الكلام ده والله ده من أهم ما يقال بقول لحضرتك المنهج يسير ليه عشان ما فيش أب من أباء الآن يحتج علي وقول الله يسامحك يا شيخ محمد يا أخي أنا ما عنديش الأدلة اللي انت عملته لهالي دي يا أخي أنا لا أحفظ آية من كتاب الله ولا أحفظ حديثا من رسول الله ده أنا رجل فلاح زي أبوك ما أبوك كان فلاح مش قلتلنا قبل كده أي والله أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة طيب أنا رجل فلاح يا ابني لا أحسن أن أتكلم مع ولدي وأقول له يا ابني قال الله وقال الرسول أقول لك مهد العظمة العظمة أن هذا المنهج منهج حدثني أبي لا يحتاج فقط إلا أن تكون قدوة في البيت أعظم وسيلة من وسائل التربية على هذا المنهج أن تكون قدوة ما ممكن الوالد